مشاهدينا برحب بحضراتكم من جديد. أما عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، الرئيس الروسي نظم استفتاءات لضم أراضي أوكرانية إلى روسيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الاستفتاءات التي نظمتها موسكو في 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها تهدف إلى إنقاذ سكان هذه المناطق. وأضاف بوتين خلال اجتماع حكومي إن إنقاذ سكان كل هذه المناطق التي يجري فيها الاستفتاء هو في صلب اهتمامات مجتمعنا وبلادنا بكاملها. وفي هذا السياق أكد الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن استفتاءات الضم التي تمارس غير قانونية، وأن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستفرض عليهم عقوبات. وفي السياق نفسه أعلن الكرملين أن عمليات الاستفتاء التي انتهت الثلاثاء في 4 مناطق أوكرانية حول ضمها إلى روسيا ستكون لها انعكاسات كبرى على هذه المناطق، ولا سيما على الصعيد الأمني. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين: ستكون هناك تغييرات جذرية في هذه المناطق من وجهة النظر القانونية ومن وجهة نظر القانون الدولي وفعل كل انعكاسات التدابير المتخذة لضمان الأمن فيها. وتابع: نظامنا القانوني سيدرس كل الخيارات، وبالطبع أجهزتنا التنفيذية وفرقتنا القانونية جاهزة.